الحد من قوة تدفق شبكة الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي بسبب امتحانات شهادة البكالوريا بدأت تأثيراته تظهر سريعاً. وكالات السياحة والسفر نالت أولى ضربات الموجعة، حيث تعطلت معظم الحجوزات وألغيت نتيجة بطء الشبكة، حسب تصريح رئيس نقابة الوكالات السياحية إلياس نوسي في اتصال مع شروق نيوز. إحنا الوكالات السياحية خاصة فيما يخص بيع التذاكر أو حجز التذاكر، يعني بالنسبة لنا انترنت، شبكة انترنت تعتبر كما الأكسجين، يعني ما نقدروش نشتغلوا بدون انترنت. ولذلك فهذه الأيام رانا يعني كل يوم، اليوم كله يعني من تقريبا الساعة 8:30 إلى غاية الساعة 6 ما نقدروا نعملوا ولا حجز، ولا ما نقدروا نبيعوا، ما نقدروا نغيروا تاريخ الرحلات، لأن الزبائن يعني مو شرط أنه يجي لعندك باش يشري، في كثير من الأحيان يجي باش يغير الحجز ساعه أو باش يغير الاسم أو باش يأكد حجز، يعني أمور كبيرة يعني. ولذلك يعني رانا نعاني ومعاناة كبيرة. وطالب مسؤول النقابة من الجهات الوصية إيجاد حلول تقنية أخرى لا تمس بعمل الشركات وتكبدها خسائر مالية. الشيء اللي ما فهمناش، أنا نظن احنا ماناش تقنيا وماناش مختصين في هذا الميدان، لكن نظن انه كاين حلول، وين حتى وانهم حبوا يوقفوا انترنت ولا يعني لاجل اسباب يعرفها الجميع، لكن ما يوقفوهاش يعني بصفه كليه بصفه مطلقه، لان تقريبا كاين بزاف مرافق سواء كانت خاصه او عامه يعني تحتاج الانترنت، ولذلك راهم يوقفوا مصالح المجتمع ككل. ولذلك احنا رانا نعاني، ومن هذا المنبر يعني نناشد الناس القائمين على هذا على انترنت انهم يعني يوجدوا لنا حل، لان رانا نعاني. تصور ان البارح نهار كامل ما اشتغلناش، اليوم نهار كامل رانا ما اشتغلناش لحد الان ما كاينش شبكه. ولذلك يعني الزبون ما يحش يفهمك، الزبون لما تقول له ما نقدرش نغير لك الحد ولا ما نقدرش نبيع لك تذكره، لان الزبون ما ينتظرش، لان كل واحد عنده روزنامه لازم يسافر فيها او يغير حجزه او الى اخره. وانهالت انتقادات الخبراء في تكنولوجيا المعلومات على قرار الحكومه بحجب مواقع مهمه والتسبب في بطء شبكه العنكبوتيه لكونها تتسبب في خسائر كبيره للاقتصاد الوطني، في ظل وجود حلول اخرى أقل تكلفة.